أسوا المدينة التاريخية وعاصمة المنطقة الداخلية، تاريخ عريق ممتد عبر مئات السنين، منها خرج العلماء والفقهاء وارتفعت رايات الإسلام. وتتحدث سجلات التاريخ القديم عن نسوى فتقول إنها كانت عاصمة عمان في القرن الثامن بعد الميلاد. زار الرحالة العربي ابن بطوطة نسوى في رحلاته الشهيرة وكتب عنها يقول: وصلنا إلى قاعدة هذه البلاد وهي مدينة نسوى، وتقع في سفح جبل، ولها أسواق حسنة ومساجد عظيمة نقية. اشتهرت نسوى بأنها مدينة العلم والفقه، وكان مسجدها الجامع الكبير مقرا لدراسة الفقه والعلوم الإسلامية، وقد تخرج منها العديد من العلماء الكبار أمثال الإمام السلط بن مالك الخروصي والإمام جابر بن زيد والشيخ العلامة محمد بن إبراهيم الكندي صاحب كتاب بيان الشرع. تعتبر قلعة نزوى ذات البرج المستدير الهائل من أشهر المعالم التاريخية، وقد بنيت عام 1668 ميلادية، واستغرق بناؤها 12 عاما، حيث بناها الإمام سلطان بن سيف اليعربي. إن برج قلعة نزوى يرتفع إلى 112 قدما، ويصل قطره إلى 150 قدما، والبرج قوي ومنيع، ويخترقه ممر ضيق يبدأ من باب في القاعدة ويلتوي مرتفعا عبر سلسلة من الأبواب المحروسة جيدا حتى ينتهي إلى الساحة العلوية في قمة القلعة. هذا المدفع التاريخي القديم منقوش عليه تاريخ يعود إلى عام 1670 ميلادية، وما زالت بقايا كرات الحديد والبارود القديم قائمة شاهدة على هذا التاريخ القديم. لقد اهتمت حكومة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على العناية بالآثار التاريخية وحمايتها وصيانتها، وقد نفذت وزارة التراث القومي والثقافة تنفيذا لتوجيهات جلالة سلطان البلاد المعظم خطة لترميم القلاع والحصون التاريخية في البلاد. وهكذا كان ترميم قلعة نزوى التاريخية حفاظا على هذا الأثر التاريخي القديم وشاهدا عبر الأجيال على تاريخ عمان العريق. مدينة نزوى عددا كبيرا من المساجد التاريخية، منها جامع سعال الذي يعود بناؤه إلى السنة الثامنة للهجرة، ومسجد الشواذنة، ومسجد الشرجة. وتدل الكتابة والنقوش على محرابه أنه بني في عام 727 هجرية.
وغير بعيد يقوم مسجد العيد الذي بناه الإمام مهنا بن شعفر ومسجد الشرع بتنوف، كما توجد في الولاية العديد من الحصون. إن شبكة من الطرق الحديثة العالية الكفاءة أصبحت تربط الآن ما بين مناطق عمان كلها. لقد امتدت يد البناء والتعمير ووصلت الصناعات الحديثة إلى عمان. يقع مصنع تنوف للمياه المعدنية. المصنع يقوم على أحدث الآلات، حيث تتم جميع عمليات التنقية والتعبئة والتغليف آلياً وفق أحدث النظم والأساليب التي تراعي المواصفات الصحية القياسية. إن المصنع بأكمله يقوم على الآلات الدقيقة التي تتولى جميع العمليات وصولا إلى عمليات التغليف والتعبئة. لقد أسهم مصنع تنوف للمياه المعدنية في توفير المياه المعدنية الصحية للمواطنين. وعيون المياه في عمان والأفلاج العمانية غنية بمياهها العذبة النقية. هذا إنجاز آخر، مصنع تمور عمان. لقد ازدهرت صناعة التمور في عمان وزاد الطلب المحلي والعالمي عليها. تبدأ عمليات تصنيع التمور بالفرز اليدوي أولا لاختبار أحسنها واختياره، ثم تمر عمليات التصنيع بعد ذلك بمراحل مختلفة تراعى فيها كل المواصفات الصحية اللازمة. لقد أنشئ هذا المصنع في عام 1975، وقد أدخل على المصنع منذ إنشائه عدة تعديلات هامة. سوق نزوة من أشهر أسواق المنطقة الداخلية، يأمه الجميع للبيع والشراء، وتتنوع معروضات السوق من الماشية إلى الاحتياجات المنزلية إلى المصنوعات الفضية والمشغولات الذهبية. ودائما فإن للمصنوعات الفضية والذهبية بريقها الخاص لدى المرأة، والمجوهرات والحلي الذهبية والفضية تمثل ذروة فن صياغة الحلي. ومن أهم أشكال المشغولات الذهبية والفضية الخواتم والقروض وحلي الرأس والأساور والخلاخيل والعقود والسلاسل. يروي أراضي نزوة فلجان شهيران، هما فلج دارس وفلج الغنتق، ويعتبر فلج دارس من أكبر الأفلاج في عمان. Thank you.
إن الحياة الحديثة التي شملت كل أرجاء عمان تحمل معها معالم المستقبل القائمة على العلم والتخطيط المتوازن لتحقيق الغد المشرق بالأمل. وهكذا نجد المعهد الزراعي في النزوة لتوفير احتياجات البلاد من المتخصصين في الزراعة. تنتشر المدارس بمستوياتها المختلفة في أنحاء الولاية، حيث يجد كل فتى وفتاة مكانا لتحصيل العلم وطريقا مفتوحا نحو المستقبل. وتتوفر في الولاية الخدمات المختلفة مثل خدمات الإسكان والبلديات. وتقوم بالقرب من نزوة محطة متكاملة للاتصالات وتقوية الإرسال الإذاعي والتلفزيوني. كما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتنفيذ برامج متتبعة لتنمية المجتمعات المحلية، كما تم إنشاء العديد من المساكن الاجتماعية للمواطنين. وتتوفر في نزوة مثلها مثل بقية ولايات السلطنة الخدمات الصحية والعلاجية لكافة أنواعها. لقد شهدت السنوات الماضية طفرة حقيقية في مجال الخدمات الصحية والعلاجية، كما شمل الاهتمام برامج رعاية الأمومة والطفولة، وانتشرت المستشفيات الحكومية التخصصية التي تضم أرقى الأجهزة. نزوة المدينة هي عاصمة المنطقة الداخلية وأهم مدنها، ونزوة الولاية هي إحدى ولايات المنطقة الداخلية، ويتبعها إداريا الجبل الأخضر وبركة الموز. وتعتبر نزوة همزة الوصل للمواصلات بين عدد من مناطق وولايات السلطنة، منها تتجه نحو الظاهرة أو المنطقة الجنوبية. ويبلغ عدد قرى ولاية نزوة 43 قرية ومدينة، ويصل تعدادها إلى أكثر من 50,000 نسمة. وتبعد عن العاصمة بمسافة 174 كيلومترا.